نروح على السريع لأهم الأحداث اللي صارت عندنا في مدينة جدة، وجدة تشهد انطلاق معرضها الدولي للكتاب، وتحت عنوان الكتاب تسامح وسلام. دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مساء أمس فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب بمشاركة 400 دار نشر محلية وخارجية. صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كرم في افتتاح هذا الحدث الثقافي مجموعة من رواد الإعلام والثقافة والإذاعة والصحافة السعودية. كاميرا ساعة شباب كانت موجودة هناك، والزميل مهند قحطان نقل لنا هذه الصورة، نتابع. احتفت جدة يوم أمس وهي تزف آلاف العناوين التي حملتها أكثر من 400 دار نشر جاءت من كل مكان لتصافح الباحثين عن المعرفة، بعد أن دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الدورة الرابعة لمعرض جدة الدولي للكتاب بحضور مختلف أطياف المفكرين والأدباء والمثقفين ورواد الصحافة والإعلام. والله الصراحة المعرض مرة حلو، أنصح الناس كلهم يجوا. طبعا ما شاء الله في قصص للأطفال، في روايات، في كتب، يعني جميع المحتويات، يعني حسب كل واحد وإيش توجهه بالشيء اللي هو يحبه. طبعا اليوم هو أول يوم للافتتاح، وأنصح الناس كلهم يجوا وينورونه، يعني وفي أشياء مرة حلوة غير الكتب، كمان في برا جلسات، في مطاعم. اللجنة العليا المنظمة لمعرض الكتاب التي يرأسها محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد منحت هوية للمعرض تحت عنوان الكتاب تسامح وسلام، ليكون الكتاب منطلقا للتسامح بين المجتمعات وأفضل الوسائل لنشر المعرفة والوعي. والله المعرض السنة هذه ما شاء الله يعني كان مختلف عن النسخة اللي فاتت، ما شاء الله يعني المساحة شاسعة جدا، وكتب يعني كل الأنواع الموجودة ممكن تحصلها، ما عدا ممكن كتب نادرا ما تلاقيها، لكن المعرض بشكل عام كان ما شاء الله يعني تنظيم، من ناحية التنظيم المواقف ما شاء الله كان شغل مرتب. تنوعت الفعاليات اليومية التي يشهدها المعرض لمدة 10 أيام من خلال إقامة الندوات والمحاضرات وتوفير 6 منصات خاصة لتوقيع الكتب، كما حظيت ثقافة الطفل بمختلف مراحله العمرية باهتمام خاص. صراحة معرض جدا للكتاب كل سنة يتطور، وهذه السنة بنشوف إقبال مرة كبير من دور النشر، وهذه السنة شفنا دور نشر من كندا، شفنا من موريتانيا، فالتنوع هذا مرة ممتاز. بالنسبة لنا إحنا كسعوديين بتوصلنا كل الكتب الخارجية في معرض جدة للكتاب. السنة هذه رائعة مرة، أحسن من السنوات اللي راحت، دور النشر أكثر السنة هذه، أركان أكثر من السنوات اللي راحت. كما يشهد معرض الكتاب في جدة لأول مرة هذا العام مشاركة عربية ودولية بتواجد عدة معارض تراثية من اليمن والأردن وفلسطين. العنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب.